أنا بتشرف أكون معكم اليوم. أنا صاير بجي عمادي كثير عند المدربين اجينا عم بجلسات. ولكن أنا بلاحظ الجمعتين اللي فات بالأسبوع اللي فات أنا صرت جاي مرتين، الخميس اللي فات كنت هون والخميس اليوم أنا موجود هون. إحنا بالجمعية هدفنا نخدم قطاع المسنين اللي هو أنتم، يعني نعطيكم الخدمات المطلوبة، نحسن الخدمات، نحسن كل الأمور اللي نقدر نجيبها لعل وعسى إحنا ما نصير اختريه. ان شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه وطول العمر. الله يعين. احنا نلاقي ناس برضه يخدمونا، متامل. اليوم احنا اجتماعنا قصير جدا، احنا في وصلنا كارتات من صندوق اسمه صندوق الصداقه، وهذا الصندوق موجود اصله امريكاني يعني، ولكن بيعطي مساعدات للنوادي المسنين للاولاد في ضائقه للمجالس المحليه. اليوم قدرنا نحصل على كارتات، كل كارت 300 شيكل، راح تشرح لكم الاخت سامي عن الموضوع اللي وكيف تشتروا فيه وكيف منين يجيبوا ان شاء الله. احنا اخرى مره بالجمعيه معنا الاخ ابو نزار وموجود معي في شريكي يعني في العمل في الجمعيه، معنا جمعيه فيها كثير اعضاء كمان، ولكن ابو نزار هون وهو من الرينه طبعا من هون وبيهتم كثير في امور الجمعيه وفي امور الرينه خاصه. بامل انه احنا نقدر نقدم لكم الخدمات الافضل والاحسن، وبتامل انه يكون مشاركه اكثر، احنا بدنا اكثر ناس يوصلوا النادي. يعني اليوم اي واحد يشوف جارتها قرابتها اختها تجيبها على النادي تيجي لهون تاخذ خدمات، احنا نعطيكم خدمات ونحن مستعدين نجند كمان اموال مشان نكبت فعاليات. اخر مره بتاملكم الصحه والعافيه وطول العمر يا حاج ام حسين. بتأملكم طول العمر ان شاء الله والصحة دائما وان شاء الله انه الله بقدرنا نخدمكم على افضل وجه. شكرا لكم. شكرا لكم مأمون، بتمنى التوفيق طبعا في عمله والمواظبة. بحكي لكم الخميس اللي فات كان هون والخميس اليوم هو موجود هون، وهو عندنا على الأقل مرة بالشهر. أهلا وسهلا. يضل موجود يتواجد هون، وكمان يوم يجي هون بمون عليه يفوت عندكم هون ويسمعكم، يسمع الاشياء المنيحه اللي في اشياء منيحه وطبعا في اشياء منيحه، واذا في ملاحظات على الشكل برضه تحكوا له اياها بشكل مباشر. كيف بعرفه؟ هو انسان يعني كمان نحكي عن ابو مأمون، كان سكرتير مجلس كفر مكدا حوالي 35 سنه واليوم هو موجود يعني في التقاعد. يعني انسان اللي معطاء وكان واظب يشتغل بصله ويحلها باسرع بطلب من خالي ابو نزار بطلب يرحب فيه ويسلم فيه من هذه المناسبه. الله يعطيك العافيه والله في شوال امبارح بفكر انه كلياتنا انبسطنا وبتامل انه هاي تتكرر في برامج احسن. هدفنا انا فت على الانترنت وفي تعليق كان مكتوب بعد على اثر الانتخابات اللي صارت هاي الاخيره، احنا بالطبع ممثلين عن الجمعيه كلها، جمعيه الهدف السامي اللي هي بتخدم الريني، عين ماهر، عيلبون، كفر مندا، يافا، المشهد كمان. نتامل انه كيف احنا حاطين برامج كيف بدنا نشتغل انه بالفعل يكون عملنا فعال ويخدم ابائنا وامهاتنا. لفت نظري هيك على التعقيبات انه احنا نكون ختامة قومي، احنا مش ختامة قومي ولا لحدا، احنا هدفنا انه نخدم ونساعد، ومعروف انه هذا عمل تطوعي، فيش واحد منا بفوت لجيبته أجورة، بل احنا بندفع من جيوبنا مشان نخدم نقدم هاي المراكز في تطويرها، في توسيعها، في تنوع البرامج اللي بنحطها. في عنا اقتراحات، سامية عندها تقريبا صار وجهة نظر كيف بدنا نشتغل. بنتأمل انه الكل يشارك ويساعد مثل ما حكى ابو مأمون، يساعد انه يجيب ويشجع الناس اللي يجوا لهم.
أنا بتوجه لاختياريتنا إشي مؤسف إنه بيجوا بقعدوا ساعتين وبروحوا. أنا بتأمل كمان إن الوضع يتحسن، نخلق له برامج والكل يشارك فيه. هاي البرامج بنحط هي لتثقيفنا لتوعيتنا ونخلق جو انه بالفعل يكون في عنا جو مسنين. انا بعرف عيلة بون لجنة النادي ولجنة النادي شو في مشاكل في البلد، يعني مثل ما تقولي كيف كان عندنا ديوان اختيارية لكل عيلة لها مجلس وشو في مشاكل يحلوها. عيلة بون كانوا يتدخلوا في أي مشكلة تصير في البلد بين فلان وفلان كذا، شغلات مش مضبوطة كانوا بيتدخلوا ويحلوا هاي المشاكل في قلب النادي. الاختيارية لهم دور فعال في حتى التدخل في أمور البلد إذا في شغلات يساعدوا على حلها. أنا بتأمل إنه كمان هاي الروح تعود ترجع لعنا لهون. بديش أكثر بالحكي، أما إحنا بنتأمل بمساعدة وعمل منسق مع أبو المأمون وإما محمد سامية والموظفات اللي هون كلياتهم إنه نشتغل لخدمة هذا الجيل اللي إحنا وصلنا له. يعني أنا كمان منطقة السبعين وفوق شوي وكلياتنا الشباب حتى بدهم يصلوا لهاي السن. هاي الاباء والامهات اللي اشتغلوا وركضوا طول عمرهم مشان يربوا اولادهم ويربوا شباب واجيال انه يجي اجاهم يوم والاوضاع او الامكانيات موجوده انه هذول يتريحوا يشوفوا شوية راحة بحياتهم بآخر المشوار. هذا كل هدفنا اللي احنا بنسعى له وبنتأمل انه الكل يكون متجاوب بالنسبة لنا هون. اذا كان في محاضرات اذا في دورات وفي عنا اقتراحات تصير تعليم قراءة وكتابة وما تستحوش انتم بتعرفوا بسنة 90 وغير 90 بفوتوا على الجامعات. احنا اللي بدينا بس إذا الواحد يمسكت جريدي ولا تعرف تحلل شوي ومريح الإنسان دائما يكسب معرفة. نتأمل أن التعاون يكون مع الجميع يد واحدة. فينا كثير أمور مع المجلس المحلي اللي لازم يحول لنا ميزانيات مش قاعد يحولها، قاعدين نشتغل عليها وهي بتحسن من أوضاعنا. اللي بتأمله من الموظفين اللي بيشتغلوا هون في النادي إنه كل واحد